السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، يا اهلا وسهلا. عندنا السماد العضوي بعض الاخوة الكرام ياخذونه منه، طبعا هو بالمجان لوجه الله، اللي يستفيد منه بالعافية عليه ان شاء الله. طيب الان احنا قلبنا هذه قبل اسبوع تقريبا، ووريناكم العمل السابق انه احنا سوينا زي الخندق هنا، طلعنا السماد القديم على السماد الجديد وخلطناهم على بعض، وعملنا مكمورة منتصفة، تمام؟ أيضا رشيناها بماء الفترة الماضية. الآن راح نجمع هذه المجموعة ونقلبها مرة ثانية ونرجعها بجانب الجدار هذا، بحيث أنه المكمورة هذه كاملة تصير بجانب الجدار ويصبح هنا طريق عندنا، بس طبعا مع التقليب. المكمورة الآن درجات الحرارة فيها عالية، يعني احنا لو فتحناها من الداخل راح نشوف أنها تطلع بخار، لأن درجات الحرارة فيها تصل إلى 70 تقريبا. الآن عندنا السماد اللي هنا متحلل بزيادة، وراح نشيله علشان نضيفه على السماد الجديد والمخمر قديما. راح تشوفونه باللون الأسود. بعدين راح نخلطه مع بعض ثم نفرش هنا من جديد. يفترض قدر الامكان العملية هذه انه يكون في رش ماء عشان يصير ثابت اكثر، لكن اللي داخل او في الاسفل هو رطب، فمع التقليب راح تشوفون انه الغبار هذا راح يختفي، اللي يطلع الغبار هذا راح يختفي مع التقليب. الآن هو أمضى تقريبا أسبوع أو 10 أيام من يوم قلبناه التقليب الأول، يأخذوا درجات شوية شوية، بحيث انه الاول من هناك مع الاخير اللي هنا. شايفين تعدد الألوان؟ هذا جديد.
ايضا هذه كتل. الآن بدأنا نقترب من الجدار ونرص السماد جنب الجدار بعد التقليب. لاحظ الآن المنطقة هذه منخفضة، بيبدأ أخذ السماد زي ما أنتم شايفين ويجيبه جنب الجدار بحيث أنه يكون هنا في طريق. الآن بعد التقليب الكامل بدأنا بعملية الرص. تلاحظون كل ما له شوي يختفي البلوك اللي موجود هناك، كل ما السماد يرتفع عليه شوي وكل ما هذه تقل. الآن مكمورتنا صارت هنا، وهذا راح يكون طريق علشان الخدمات وروحتنا وجيتنا من هنا. الآن رتبنا عملنا كامل، خلينا هنا طريق، شلنا المكمور اللي كانت هنا، حطينا هنا حفرة جديدة عشان السماد الجديد لما يجي ينزل هنا. أيضا راح نعمل فتحة علشان التبليل، رغم انه ان شاء الله القادم الايام راح تجي امطار، لكن راح نعمل فتحه هنا في المنتصف عشان نعبيها ماء ونخلي الطريق يمشي للاخير بحيث انها تتعبى مويه، والمويه هذه راح تعمل لنا تفاعل. الان الطريقه هذه احنا نعملها لانه ما نقدر نضع ماء اثناء ما الشيول او البوبكات يعمل، فراح يعني يتعرض للتغريز او انه ما راح يؤدي عمله بشكل جيد، لكن احنا نرطبها بهذا الشكل، يعني كل ممكن 5 ايام كل اسبوع مرة نعمل لها تبليل كاملا. ولكن ان شاء الله قادم الايام راح يجي المطر وباذن الله انه يكون مناسب. شكرا لكم جميعا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.